طيف البشائر لا يغيب بحياتنا منذ القدم، من فيض يا أخلاق الحبيب أخلاقنا منذ القدم، فاحت بها الأنسام الطيب نبع المحامد والكرم، نحو البعيد أو القريب نهدي الفضائل والشيم، نهدي الفضائل والشيم. إحساسها الأزكى قريب للروح من نبه القيم، والشوق باللقيا يطيب. هذا البرنامج برعاية مؤسسة الشيخ علي بن عبد الله الجفار الخيرية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.